السلام عليكم. عثرت المصالح الأمنية التابعة لجامعة طالب عبد الرحمن ببن عكنون بالعاصمة مساء اليوم الأحد على جثة طالب جامعي كان قد توفي منذ مدة بغرفته، حيث تم إخطار مصالح الشرطة والحماية المدنية التي تنقلت إلى عين المكان، كما تم تسجيل حضور المدير الجهوي للخدمات الجامعية للوقوف على أسباب الحادثة، حيث تم نقل المتوفي إلى مصلحة حفظ الجثث من طرف الحماية المدنية. وحسب المعلومات الأولية فإن الطالب مصاب بالصرع، يدرس بكلية الصيدلة وينحدر من ولاية أشلفة. إنا لله وإنا إليه راجعون.